الشعارات التي جسدت بعض المطالب التي هي كثيرة وكثيرة والتي لم تجد أذان إجابة عليها، فقط نريد توضيح بعض المغالطة في كي حاول سيد نائب يمررها كيكتفي فقط بردود دون ذكر المشاكل العالقة، وهذه المشاكل اللي خصناها تقريبا في 21 نقطة قابلة للزيادة. المشاكل أولا إصدار مذكرة المصالح المالية والمادية في غياب أي سند قانوني لها مما أسقطها في تدبير عمليتها في الارتجال. ثاني نقطة تدبير أحادي الجانب لعملية التكليفات وما شابه ويشوبها من عشوائية لحد الآن. النقطة الثالثة وهي التباين بل التناقض بين المؤسسات في عملية تفيد الأساتذة بالمؤسسات التعليمية. هنا نشير أن سيد نائب لم يطبق المذكرات الوزارية في هذا الشأن، بل اكتفى بمعايا كيعرفها غير هو. النقطة الرابعة تكليفات مفتوحة للأطر التربوي بمهام إدارية في ظل وجود خصاص. وهنا القصيد تال السيد، فقد أصدر النائب ثلاثة ديال التكليفات
اطار ديال التدريس مهام اداريه، علما ان الوزاره كانت لغات صدرت مذكره كتمنع اصدار اي تكليف اداري، بمعنى انه السيد النائب لا زال يعيش على فتره ما قبل المذكرات. بالنسبه للنقطه الخامسه وهي الخضوع لاراده طرف نقابي معين، السيد النائب لا زال يعيش على زي نقابي وحيد وكيقصي النقابات الاخرى. إذا كان شي حوار فكيكون شي حوار شكلي ومجرد تقاسم ديال المعلومات، ما كانش جانب تشاركي. ولهذا وجهنا له مجموعة من المراسلات كنحضروه في هذه النقطة، لكن لا زال مستمر على نفس النهج. النقطة السادسة وهي تسريب الأسرار المهنية لطرف نقابي معين وتداولها في المقاهي، الشخص المقصود راه معروف. بالنسبة للنقطة السابعة إهمال ملفات ووثائق نساء ورجال التعليم، وهنا نشير إلى نقطة متابعة الدراسة، تراخيص متابعة الدراسة، فقد كانت النيابة قد أرسلت هذه التراخيص، كان الأجل إن الأجل كان هو يوم 2/7 هو آخر أجل، فالنيابة نظر الإهمال ديالها تركتها حتى شهر غشت، عاد ارسلتها الى الاكاديميه بدور ديالها، اعادتها الى النيابه ليبقى الخاسر الاكبر وهو الاستاذ، اللي لحد الان ما كانش شي واحد في هذا الاقليم استفاد من الترخيص ديال متابعه الدراسه. بالنسبه للنقطه السابعه، النقطه الثامنه وهي الانتقائيه في توجيه الاستفسارات للشغيلات التعليميه والتستر على البعض الاخر. ما معنى كنقصدوا بهذه النقطه؟ السيد نائب كيشوف شي نقابات متواجده وكتحرك، عنده اساليب اخرى ديال استفسار المنخرطين ديالها، والنموذج راه عندنا في دراسات الزرقطوني نموذج حي، اشخاص ما كيخدموش ما كيوجه لهمش استفسارات، بينما الناس اللي كتخدم ما كتوجه لهمش استفسارات فتح بعض المكاتب بالنيابه الاقليميه دون اصدار مذكره، ونقصد هنا مكتب المنازعات، مكتب ديال المنازعات كان منصب شر، كان منصب شاغر وكيقول عنده صلاحيه، وكاين مكتب الميزانيه والبرنامج البرمجه ايضا لا زال نفس الاشكال. بالنسبه للنقطه العاشره، حرمان التلاميذ من ماده الاعلاميات باعداديه الفتح، وتكليف اساتذه الماده بتدريس ماده الرياضيات لتخفيف ساعه العمل للاساتذه. وهنا كنذكروا العمليه ديال الشطرنج اللي جات عليها، اللي استفد منها واحد الطرف نقابي اللي قلنا دائما النائب انه كيحابه. بالنسبه للنقطه 11، تكليف اساتذه التعليم الابتدائي بتدريس مواد اساسيه بالاعدادي وحرمان من لهم الاهليه والحق. اذا المذكره كان النيابه كانت صدرت مذكرات شان تكليفات ولكن ما احترمتهاش، الدليل انها ما احترمتهاش كاين مؤسسات فيها الخصاص واستقطب اساتذه لهنا المجال الحضري وخلى الخصاص في المكان ديالهم. بالنسبه للنقطه 12، تكليف موظفين بالنيابه لمهام ومكاتب تقدم لها اصحاب الاختصاص والشواهد في اقصاء صريح لذوي الكفاءات والمؤهلات كمكتب ميزانيه والبرمجه. النقطه 13، تبادل الاستاذ مع زوجته خارج اي اطار قانوني مما يفتح المجال لمثل هذه الممارسات. هنا كنهضروا على التدبير ديال الفائض، كاين معايير ولكن كاين شي اشخاص كيحاولوا يتحايلوا تبادلات غير قانونية والنيابة كتسيرهم في هذا الشأن. بالنسبة للنقطة 14، تكليف أستاذ الرياضيات بالثانوية التقنية ببوعرفة برئاسة الأشغال التي ليست من حقه كي يحتفظ بعشر ساعات من العمل في تدريس مادته، واستخدام أستاذ الرياضيات في إطار تكليف من ثانوية القاضيعيات ليدرس بالثانوية التقنية من الأستاذ الأول وتركه خصاصا بمؤسسته. نقطة 15، عدم تطبيق المذكرة في الميزانية المتعلقة بالسكنيات داخل الإقليم، مذكرة 40 واللي نشت عليها آخر المستجدات أن جوج ديال الأساتذة تم التوقيف ديالهم، أستاذة تم التوقيف ديالها لمدة شهرين وأستاذ تم التوقيف ديالو لمدة خمسة أشهر، ولا زال في النيابة ما كتبع، كتبع اللي بغات واللي ما بغاتوش ما كتفعلوش. وضعية ملحقين تربويين بالقسم الداخلي بمجموعة مدارس محمد المختار الجامعاتية، من المفروض أن الملحقين كيشتغلوا في الثانوي وفي الإعدادي
لان ملحقي كيشتغلوا في الابتدائي وما عندهم حتى شي وضعيه قانونيه، بل الادهى من هذا انهم كيشتغلوا واحد الساعات قانونيه فوق الطاقه ديالهم اللي كتفوق الساعات القانونيه. اذا النقط كثيره وكثيره جدا، غادي نكتفي فقط بهذه ذكر هذه النقط فقط لسنوار الراي العام بالميل في المطلبيه ديالنا اللي مازال ما تناقش، والا كانت تناقشت نقطتان والنيابه كتحاول توجه الراي العام الى اننا عندهم غير نقطه واحده ديال الحراسه، لا ما عندناش نقطه، عندنا ازيد من 21 نقطه مازال ما تناقشت منها الا نقطتان حسنا فيهم الباب المسدود، وما غادي لن نستمر في الحوار الا بحل هذين المشكلين للانتقال الى باقي النقاط. وشكرا.